صبحي والتمرير يحاول معاها على طول عبد الله، لكن توصل زملكاويه طارق حامد كان الكلام مش مظبوط، يلعبها على طول طويله في نص ملعبه ياخد على طول. باسل حوط حظا حجز مرر جري بلفت يا جماعه رايحه على بره بتلف وابتسام تجيب كل مكان ينجح باسل مرسي في ادراك الهدف الثاني لنادي الزمالك. اثنين الزمالك لا شيء الاهلي بتصعب الماموريه.